خلونا نرجع نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازاي حضرتك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله بخير. اتعرف بيكي؟ انا ريهام. ريهام كم سنه؟ انا 20 ماشيه في 21 حاليا. 20 21. ريهام، سمعتي عن حدوته فريندز وذ بنفيتس دي، الاصدقاء بالمصالح؟ مش سامع حضرتك استاذ اسامه. سمعتي عن الحكايه بتاعت فريندز؟ الموضوع الحلقه النهارده اللي بنتكلم فيه اللي هو فريندز وذ بنفيتس، اللي هم اصدقاء وبينهم مصالح ما بين الولد والبنت. لا والله ما سمعتش. طيب حلو، قولي لي، انت مرتبطه؟ ايوه انا متجوزه ومعايا بيبي. انت لسه صغنطوطه خالص، متجوزه بقالك قد ايه؟ يعني متجوزه من سنه ونص كده. من سنه ونص. اتجوزتي عن حب ولا كان جواز ابن الحلال اللي تقدم؟ لا والله ما كنتش اعرفه قبل كده، بس يعني حبينا بعض جدا في فترة الخطوبة وكانت حياتنا مستقرة جدا الحمد لله. طب انتوا لحقتوا يبقى في مشاكل؟ ده انت بقالك سنة ونص متجوزة. ايوه انا بقالي سنة وخمس شهور بالظبط. طيب ايه اللي حصل؟ يعني كانت حياتنا كويسة جدا، ما كانش في اي حاجة، وجبت بيبي على طول، ربنا كرمني ببيبي على طول. كانت حياتي كويسة لحد بعد ما جبت البيبي ده. بدأت تحصل يعني ايه، خلافات عادية بينا وكده. فكان ايوه، خلافات زي ايه يا ريان؟ يعني عادي، ممكن نشد في الكلام مع بعض شوية. بدأت انا بعد الولادة بقيت بتعصب جامد وخلقي بقى ضيق جامد. فكلمت الدكتورة بتاعتي قالت لي ده اكتئاب بعد الولادة وكده. اكتئاب بعد الحملة؟ ايوه. اللي هو كان كل ما يكلم كنت دايما على طول اعيط لوحدي، كان الموضوع ده بيضايقه خالص. فكان يجي يتكلم معايا كنا نتنرفز نشد مع بعض وكده. طيب الدكتورة بتاعتك ما قالتلوش خلي بالك ان ده عندها كذا؟ الدكتورة بتاعتي تبقى أخته. طب دي أضعف الإيمان، تقول له، قول له ده، تقول له إن ده اكتئاب ما بعد الحمل وده بيحصل لبنات كتير جدا والمفروض تراعي أنت النقطة دي فيها، دي أخته. لا هو كان يقول لي إن ذائقه والعصبية بتاعتك دي يعني ملهاش دعوة بالاكتئاب، يعني هو الاكتئاب بيبقى حاجة تانية خالص غير. على أساس إن هو طبيب نفسي يعني؟ نعم؟ على أساس إن هو طبيب نفسي وفاهم؟ يعني هو كان فاهم ان الكتاب ده يعني ان انا ابقى متعزله لوحدي كده ومش عاوزه حد. يا نهار ابيض، ما هو دي مشكلتنا بقى، مشكلتنا ان احنا ما عندناش اي ثقافه في اي حاجه، فكل واحد بيحلل اللي هو شايفه على حسب دماغه. يعني اي واحد متضايق شويه النهارده يقول لك مالك يا معلم، يقول له معلش اصل انا مكتئب شويه، خلاص بقت كلمه مكتئب دي عرض احنا عايشينه. طب كملي وبعدين. فهو كان زعلان جدا اللي هو يعني مش متعود مني على كده، يعني مكناش كده مع بعض الاول خالص. فبدأت طبعا شويه شويه اهدى. بدأ يقول لي خسيتي وكده، واللي هو يعني زعلان عشاني وكده. وخلاص عدينا الموضوع، بدأنا مثلا على اي حاجه تافهه خالص او ممكن بدون اسباب نتخانق ونزعق. فجي في مره اتخانقنا، قال لي يعني ان انا اكبر غلطه في حياته وكده. على الرغم ان هو كان معاملته ليا غير كده خالص، كان بيحبني جدا وبيعملني كويس وما كانش بيزعلني خالص. وانا زعلت منه وانا في اخر الحمل مره، وطلعت مع مامتي جيت البيت معاها وبعت له يعني بعتب عليه ازاي انت عملت كده. قلت له عاوزه اشوفك تقبل الكلام بتاعي، وجالي فعلا البيت عند اهلي وخدني معاه وروحنا البيت وولدت تاني يوم على طول. ما قال لي كده فانا زعلت منه جامد، قعدت 4 ايام في البيت اللي هو ما اعتذر لي زي الاول ولا اي حاجه. فبعت له رساله قلت له ان انا هخرج واروح عند اهلي عشان انت ما قدرتنيش ما اعتذرتليش وكده. فقال لي ماشي روحي بس سيبي ابني في البيت. فانا ما ردتش عليه وخدت ابني وخرجت وما عدتش على اي حد من الجامعه تحت ومشيت. لما وصل البيت ما لقيناش، رن عليا مرتين كنت نايمه. بعدين روحت اجيب الموبايل لسه هرنله، لقيته بعت لي رساله على الماسنجر انا مش فاكره
تفاصيل الرسالة بالظبط، هي كانت رسالة صغيرة بس هي زعلتني يعني، كان فيها حاجة كده زعلتني، فأنا مرضتش أرد على الرسالة ولا على أي حاجة خالص. وعدى العيد ما روحتش، وجي بعد العيد سلف الكبير جه أخدني وروحت البيت، وكنا تمام ومفيش أي حاجة. حصلت مشكلة كبيرة. على فكرة كل دي مشاكل طبيعية بتحصل ما بين أي اتنين متجوزين في بداية العلاقة، أيوة وكون إن أنا أيوة إيه أنتِ أكبر غلطة في حياتي، 90% من الرجالة قالوا الكلمتين دول، والستات كمان قالوا الكلمتين دول لجوازهم، أنا غلطت غلطة عمري. أنا الزعل زي ما أيوة بيقولوا كده بالبلدي الزعل تقشيش. يعني إيه الزعل تقشيش؟ يعني الواحد لما بيزعل بيخبط في الكلام. أيوة تمام. يعني بخلاف اللي يعني بخلاف كل المشاكل دي، آخر مشكلة حصلت بينا هي كانت في أول شهر 12. حصل ايه ما بينكم؟ هاتني هنا والنبي كويس الله يخليك. حصلت مشكلة كبيرة بينا، ما كانتش ليها أي أسباب خالص. كان في ايوه خناقة عمل ايه دروس، يعني؟ ساعتها مد إيديه عليا، وكنت أنا حامل ساعتها، لأن أنا حملت على طول على البيبي اللي معايا، ومعرفتش غير وأنا حامل في شهرين. انت حامل كان تاني البيبي، بعد البيبي الاولاني. أنا حاليا في الشهر السابع، والبيبي اللي معايا عنده 9 شهور. فضربك. أيوة، بس هو كان عارف إن أنا حامل، مد إيديه عليا وشتمني جامد ليه عملتي له ايه وضربني. كل ده؟ ما كانش فيه اي سبب خالص، كان معقولة يعني بيكلمني في الراجل هيمد الموبايل. ايده ويضربك بدون اي سبب؟ ما انا بقول حضرتك، هو كان بيكلمني في الموبايل وهو بره، وكان معايا في الشقة، يعني كان في خلاف عادي بسبب انت لغيتي الصداقة بتاعت فلانة. قلت له لا، ما لغيتهاش، ده هي اللي لغيتها. قال لي طيب ماشي، هي هتحلف وانت هتحلفي. قلت له طب طيب هو ماله ماشي، مال فلانة؟ مين فلانة دي؟ ما عشان فلانة دي معانا في البيت، واحدة معانا في البيت. طب وهو ماله؟ حاجة بينك وبينها؟ انتوا ستات في بعض. انا كنت اشتكيت له الاول ان هي لغت الصداقة، هو قال لي كبري دماغك. فجي جوزها اشتكى له، قال له مراتك لغت صداقة مراتي وكده. فجي هو زعلان علشان اخوه زعلان منه، فانا قلت له والله يعني انا دي ما مرات جاي. مرات اخوه؟ ايوه طب وفيها ايه يعني يا جماعة؟ ستات مع بعض قفشوا على بعض لغوا الصداقة؟ لا، ما انا ما لغيتهاش والله، هي لا، اصل احنا علاقتنا ببعض كانت كويسه جدا، طب كويسه وليه جدا لغيتوا خالص. صداقة بعض؟ مش انا كنت في بيت اهلي، وفجاه لقيت جاي قصادي اقتراح صداقه باسم الصفحه بتاعتها، قلت ممكن حد تاني. فدخلت على الصفحه لقيتها هي، فكلمته على طول، قلت له خلي بالك انا مش هعتب عليها ومش مكلماها، عشان دي مش اول مره تحصل. قال لي كبري دماغك، وانا مش عاوز يعني مشاكل. هي قبل قلت له كده طيب. شالتك من الاصدقاء، ما انا فاكتشفت كنت، انت ان انت ما بقيتيش عندها في الاصدقاء. ايوه قمت انت عامله لها بلوك. لا، ما عملتش بلوكات، سبتها. جت هي بعد 3 ايام، لقيت جوزها بيكلم جوزي وبيقول له إيه، ان انا لغيت الصداقه بتاعت مراته. جه جوزي قال له لا والله، ده انا مراتي شكيالي من 3 ايام ان مراتك هي اللي لغيتها وكده. دي جه خناقة قال له لا. الفيسبوك دي؟ نعم، دي خناقة فيسبوك؟ ايوه هي دي بالظبط اللي كده، اتضربتي بسببها؟ ايوه يا نهار اسود. ايوه يعني خناقة عشان سوشيال ميديا ومرات اخوه لغت الصداقة، فانت قلت له لغت الصداقة فهو رجع قال لك لغت الصداقة؟ يا نهار اسود. ايوه ايه ده؟ الواحد قرب يطلع من هدومه وحياة ربنا من كتر اللي بيشوفه من مشاكل الناس. طب وبعدين وصلت لايه؟ معلش تمام سامحيني بقى في اللي انا عامله ده. تمام فهو اخوه ما كانش، هو اخوه مش موجود هنا، واخوه بره قاعد يعني مسافر في شغل بره وكده، فاللي هو مش بيحب يزعل اخوه، وتوأم يعني وكده. اخوه صراحه انسان محترم جدا معايا، وما كانش بيزعلني خالص، ولا مراته كمان، ومراته زعلتني في حاجه ما اعرفش ليه عملت كده. فجيت قلت له ممكن حد من اخواتها لغاها او كده. فجي قال لي ايه طيب، هو قال لي يتواجهوا ويحلفوا، علشان يعني مش يا معقول. جماعة كل ده على طلب صداقة؟ ما هو الفكرة كلها ان احنا كنا قاعدين مع بعض تحت في بيت العيلة، أيوة يا ولما ستي خلص يولع يطلع الفيسبوك، فوق احنا كده. نشيله أساسا الفيسبوك ده. هي الفكرة كلها استاذ اسامة في اللي هو يعني ايه، يعني أنا لو لغيت صداقة أخو مراتي، لغيت صداقته، مش عايزه يشوف بوستاتي مثلا، مراتي هتيجي تتخانق معايا؟ هو هي في ما مش عايزه يشوف بوستاتي. ده نعرف ناس بلقت مراتاتها
يعني واحد جوزك ده يقوم عامل لك بلوك على الفيسبوك عشان ما تشوفيش اي حاجه عنده؟ ما هو عامل لي حاليا. هو كمان عامل لك بلوك؟ ايوه عامل لي بلوكات من كل مكان دلوقتي. ليه؟ جيت قال لي هتحلفي هتتواجهوا ببعض عشان ما ينفعش بعد كل الموده اللي بينا دي تعملوا كده. قلت له إيه طب انا هسال ماما وبابا تحت ينفع احلف ولا لا علشان انا هعمله كده. جه قال لي طالما انت معترض هيقولوا على طول ان انت اللي عاملاه. جيت انا قلت له لا هو ربنا عارف نيتي وضميري خلاص انا هحلف. فجي قال لي ما تصورنيش قدام اخويا وكده وانا متعود منك ان انت مش. ايوه ونزلتي حلفتي؟ لا ما نزلتش. انا حلفت له هو حلفت لجوزي هو وقلت له قال لي احلفي قولي وحيات ابنك ان هو ما حصلش. قلت له وحيات ابنك يا جماعه الحلفان حرام. ما حصل. انا قلت يا رب انت عالم. هل انت تملكي ابنك ده اللي حلفتي بيه؟ لا. تملكي شعره منه؟ لا. انت اللي خلقاه؟ لا. هتحلفي بيه ليه؟ ما احنا طول النهار نحلف والمصحف وكتاب الله والانجيل وحياه ابني ورحمه ابويا ورحمه امي، احنا لا نملك اي حاجه من دي عشان نقعد نحلف عليها. ايوه انا قلت طالما يعني ده. طيب حلفتي وبعدين؟ خلاص حلفت. هو نزل واخوه كلمه تاني فهو قال لاخوه ان انا حلفت ان انا ما عملتلهاش حاجه. جه هو قال له خلاص وانا كمان مراتي حلفت وانا مصدق مراتي وخلاص. خلاص كل واحد بقى يبلك التاني هو واخوه يخلصوا من بعض. ايوه بس لا مش هو اخوه خلاص. جه قال له خلاص كل واحده في حالها وخلاص في حالهم ما يكلموش بعض. جه جوزي رن عليا قال لي خلاص الموضوع انتهى وانتم مش مواجهين بعض وانت في حالك وهي في حالها وانا مصدقك بس اوعي تكوني حلفتي بحياه ابننا كده. ضربك ليه؟ صدقني. ما هو بقى من الحته دي قلت له منين مصدقني ومنين انت لو مش مصدقني ما كنتش هتقول لي صارحيني وقولي لي لو انت حلفت بحياتك. ايوه فشدنا مع بعض. قال لي فهميني. قلت له انا فهمك بس انت ليه مش مصدقني؟ يقول لي اصل انا خايف على ابني. قلت له يبقى انت كده مش مصدقني. شدنا. قال لي هطلع لك. وكان تحت وانا فوق. انا فوق خالص في شقتي. جيت انا قلت له انا ما اقدرش اقول لك ما تطلعش. عاوز تطلع اطلع. قال لي طيب ماشي. قفل معايا وجي طلع لي فوق. انت عاوزه ايه؟ قلت مش عاوزه حاجه. انت واحد مش مصدقني ومصدق اخوك ومراته خلاص. شد معايا زقني. قلت له ما تزقنيش. كان معايا البيبي عادي خلاص يعني ضربك. انتوا اتصالحتوا ولا لسه؟ ايوه هو جي على طول تاني يوم بس هو ضربني ضرب جامد. انت بتحكي لي بس اصل تفاصيل كتير احنا عايزين نخش في اساس الموضوع. يعني ضربك وبعد ما ضربك حصل ايه؟ اتصالحتوا؟ جه تاني يوم اعتذر لي بس انا ما قدرتش انسى الموقف ده. عديت بس اللي هو انا ما نسيتهوش. وعدني ان حياتنا تمشي طبيعيه وكل حاجه وخلاص حياتنا مشيت تمام. بس انا لحد الان انا مش قادره انسى الموقف اللي حصل معايا ده. هتنسي هتنسي خالص. بصي يا بنت الناس طالما جوزك مش متعود يضربك ومد ايده عليكي هي لحظه غباوه حصلت كده بتحصل لرجاله كتير جدا فجاه كده لحظه غباوه وبيندم عليها هو طول عمره. انما لو كررت ده يبقى في كلام تاني. انا كل اللي بس عايز اتكلم فيه حاجه مهمه قوي. حدوته طلب الصداقه الغي طلب الصداقه اصل هي لغت طلب الصداقه هاتني كده قيس والدنيا بايظه في طلب صداقه. ايه التفاهه دي؟ ايه التفاهه دي؟ هل اسره تتفكك اخ واخوه ومراته ومرات التاني عشان طلب صداقه على الفيسبوك؟ طيب انا ايش ضراني ان مرات اخويا دي ما تكونش نفسيه ما تكونش عايزه تشدني من عندها على الفيسبوك عشان انا ما اشوفش الستات بتنفسن من بعض ودي هتشوف بيتي وتشوف صوري وتشوف حالي وتشوف فرحتي وتشوف او مولع القصه كده ما بين راجل واخوه علشان طلب صداقه. يا جماعه الدنيا مليانه بلاوي. احنا في مرحله مليانه مصايب. الواحد بينزل من يوم الصبح يبتدي يوم الصبح ينزل يسعى لأكل عيشه ويقول يا سبل الستر أجيب قوت عيالي النهاردة هسيب بقى كل ده واتخانق على طلب صدقة. يكشي يولع الفيسبوك على يولع الأكاونت بتاع مرات أخويا على الأكاونت بتاع مراتي على طلب صدقة. أنت لغيتي طلب الصدقة بتاعها؟ لا ما لغيتوش. طب خلاص شكرا. أصلها جت بتقول لي والله ما لغيت. طب خلاص خلصنا خلصنا. اجيب لك بقى مصحف احط ايدك واحلفي احلفي على ابنك مش عارف ايه. ايه ده؟ احنا وصلنا لكده؟ حاجه عجيبه جدا. يعني انا بجد يعني
مش عارف اقول لك ايه.